زينة عبيت البلد يا محبين الله زينة عبيت البلد يا محبين عبيتنا وعز مرجعنا مطرح معاش الطهر جنب الدين وبو حسين هاني بالذكر معنا شعبك عطي من كل جواته خدمة وعطى ونخوة حجر صوان وللخير قدم للبلد ذاته وكل شخص فيكي من بني زيدان كرس لأجلك كل أوقاته لولا طلبت الدم والشريان ما بيبخل عليكي بدماته. بارك المجتمع. طيب أخوان الله يمسيكم بالخير. طبعا شيخنا الفاضل الشباب وطبعا معنا هون عضو المجلس المحلي الأخ يوسف زيدان اللي لحد اليوم عضو المجلس المحلي. طبعا يعطيك العافية على عملك وعلى عطاء للشباب بشكل خاص. احنا بنقدر نفتخر ونعتز في هذا المجتمع اللي كان معطاء مش لدار زيدان، كان معطاء لدائرة الكرمل، وكان معطاء للطائفة الدرزية، وكان معطاء له تأثير على الوسط العربي على الوسط اليهودي بدول إسرائيل. هذا مجتمع قوي جدا وعنده الإمكانيات وعنده الطاقات، وأنا واثق قدامي وجوه هاي الشبيبة الموجودة اليوم عندنا طبعا شباب اللي بيقدر يكمل المشوار بشكل إن شاء الله أحسن وأفضل حتى هاي هذا المجتمع يظل مجتمع مركزي اللي فيش حدا في دائرة الكرمل بيقدر يتجاهله. وكلكم شعرتم خلال الفترة القصيرة، كلنا شعرنا الفترة القصيرة اللي كان فيها انقسام خلينا نسميه أو خلاف في الرأي، شفنا إنه صار هناك زي شيء من عدم الاهتمام في هذا المجتمع. لأنه في نهاية الأمر لما ننتقل الشهور عند باسي للسياسة افهموا إشي واحد، السياسة هي القوة، القوي بيقدر يحقق أهدافه اللي بده إياها، والضعيف ما حدا بيطلع عليه ولا حدا بيسأل عنه. فأنا شايف قدامي اليوم قوة، وحدة، محبة، كل الصفات اللي منيحة. لذلك أنا بتأمن بتمنى لكم طبعا للشباب. أنا شخصيا قلت قبل 5 سنوات أنا بديش أتدخل في الأمور السياسية، أنا بالنسبة لكم موجود معكم اللي بدكم إياه مني، وإن شاء الله بيكون هذا بداية انطلاقة كبيرة لهذا المجتمع. وأنا واثق لبعض مرة إنه هاي الانطلاقة رح تجيب لنتائج منيحة ولنجاحات كبيرة وتأثيرات كبيرة على مستوى البلد وعلى مستوى الطائفة. إلى الأمام، يعطيكم العافية. أخيرة، وكانت محاولات كثيرة وعديدة وجهد كبير مما دل وأشار إن العائلة أرادت الوحدة. وفي الأيام الأخيرة بادر الأخ بسامح وتوصلنا بأن نلتقي في دار زميلي وصديقي أبو باسم رشدي وبوجود الأخ أبو معين. وبعد الاتفاق قال الأخ أبو معين: إنني جاهز ومستعد بأن أزور معكم الكبير والصغير من هذه العائلة ولها علي حق. وفعلا كانت الزيارات يوميا إلى كثير من البيوت، وشعرنا بأن الجميع كان راضي عن هذا الإنجاز، وقالت الأغلبية: لا يصح إلا الصحيح. واليوم والحمد لله أقولها رافع الرأس، لقد تم إنجازين كبيرين وعظيمين نفتخر بهم، وهو الإنجاز الأول الوحدة الزيدانية، والإنجاز الثاني الوحدة الحلبية، لأن كنا نحن ضلع في هذا الإنجاز الثاني. ومن هنا أقول لجميع أفراد العائلة: لقد طوينا الصفحة السوداء التي مررنا بها بلا رجعة، وفتحنا صفحة ناصعة البياض، وكتبنا عليها 3 كلمات: المحبة، الوحدة، والاحترام المتبادل. أريد أن أطلب من الشباب الصاعد التكتل والوحدة والبدء بالخطوة الأولى لتسيروا على الطريق الصحيح الذي سرنا عليه وحققنا وأنجزنا كثير من الإنجازات. دائما كان لنا في المجلس وفي الهستدوت ورئاسة المجلس الدور الكبير والأول، وكان لأبو معين وعائلة زيدان الفترة الذهبية لمدة سنوات كثيرة التي جاءت بدالة الكرمل إلى أحلى
قرية مزدهرة شامخة بين القرى العربية والدرزية في إسرائيل. وبهمتكم ووحدتكم سنرجع العائلة إلى مكانها الطبيعي وهي إلى الصف الأول. من هذه اللحظة نريد نطلب من جميع الالتزام بالقرارات السليمة والحكيمة، وليدرك وليعرف الجميع أن مصلحة العائلة هي فوق مصلحة الفرد، ومن لا يلتزم للقرارات لن تلتزم لقراراته. هذا هو موقفنا اليوم، وأشكر كل ما بادر وسعى وعمل ورتب لإنجاح هذا الاجتماع، وشكرا للجميع وأهلا وسهلا. خير الأحباب من يسندك بقلبه ووقته وقت الحاجة. أبو مروان سلمان. هذا واحد هناك وقفة كبيرة في الزمانات، وتوحيد الصفوف إن شاء الله بيرجع الأشياء لقدام، وبيعطي الحق الكامل لهاي العيلة في إنها تقود مش بس دار زيدان والحلبية إلا على صعيد البلد والطائفة الدرزية. أنا شايف إنه في هاي العيلة في كثير من الكوادر، إن كان الاقتصادية وإن كان العلمية وإن التعليمية وإن كان الدينية. أنا من هون بطلب من كل المشايخ إنه زي ما وحدنا صفوف هون وحد صفوف الخلوة، مهم جدا كلنا نكون إيد واحدة في جميع المجالات. مهم جدا أن نزرع بعضنا بعض ونحب بعضنا بعض ونزرع الألفة والمحبة، حتى كل واحد يشعر إن إحنا جسم واحد بتربطين في بعض، وكل واحد يأخذ حصته ملان. ودعاي والأهم لهذا إنه نأخذ رأي الغير، نتشارك مع بعضنا في القرارات، ورأي الأكثرية يكون فيها. ما عنديش كلام أكثر من القائل الخيرين. أنا بشكر بربيع وبشكر بسامع على كل اللي قاموا فيه، وأنا بدعي وبارك هذا الاجتماع وللأمام للجميع. يحتاج الحق إلى رجلين، الواحد لينطق به والآخر ليفهمه. أبو علي فارس تفضل. هذه الوجوه وهذه العائلة الطيبة قالوا قبلي زرعوا فأكلنا فنحن نزرع فيأكلون. ليكون معلوم للشباب إن مرت علينا ثلاث دول، تركيا والإنجليز ونحن في إسرائيل. وبقولوا من بنى جامع أو محل عبادة سكر سجن، بقى إحنا بنينا في هذا البلد خلوتين وسكرنا سجنين. ولما كان بمعين 10 سنوات في هاي البلد كرئيس ما كانش عنا ولا أي واحد في السجون. بقى أنا أول إشي ببارك هذا المجتمع، ببارك هاي الروح الطيبة، وبطلب من الجميع إنه يكون عندهم صفاء النية وصفاء القلب ويعملوا من أجل المجتمع ومن أجل الفرد، لحتى نحن نظلنا في كرامتنا ومحبتنا لبعضنا. أثمن إشي إنه المحبة تكون موجودة واحد للآخر. وأنا بشكر كل من اشتغل من أجل هذا المجتمع، وإن شاء الله إنه نستمر لما فيه الخير للكل. وشكرا. ليست قيمة الإنسان ما يصل إليه، بل ما يتوق للوصول إليه. كلمة عضو المجلس المحلي زيدان نيابة عن أبو زيدان. مساء الخير للجميع. بتعظم اسم الوالد اللي عنده واكس حكيه ما قدرش يجي، أما هو بيقول لكم مبروك ويبارك هذا الاجتماع وبشدة. التجربة مفتاح العقل وباب التعقل. في 3 نقاط لازم نحن نعرفهم. اللي كان اليوم نحن منتصرين. هذا الاجتماع هو أول نصر لنا في هاي المرحلة. وأنا بدي أقول لزيدان إنه شكرا لك على قيامك في عملك في المجلس المحلي، وبدي بارك في اسم الجميع لسائد للعضو المجلس القادم إن شاء الله في الانتخابات الجاي. الإشي الثاني بدي أقوله شبابنا اللي موجودون عنا في عائلة دار زيدان، في عنا كوادر وقوة هائلة وكبيرة، وأنا بنصح كل واحد منا وفينا قرايب، نحن كلنا قرايب وبيت واحد، نوحد الصفوف على إنه نبني ونخلي هاي الشباب تتفتح وتكبر ونكبر معها لو نوصلها لشاطئ الأمان.
أنا في هذا طبعا بديش طول الحديث، بس بدي أقول إشي واحد نهائي، إنه نحن اليوم هاي انطلاقة نحو النصر، وإن شاء الله المحبة ظلها بيناتنا وننتصر كمجموعة في دار زيدان وكمان في الانتخابات الجاية. شكرا لكم. كلمة رجال الدين الشيخ وسيم نيابة عن عمه الشيخ أبو حسين كمال الإمام. أبناء هذه البلدة الكريمة من عائلة زيدان الذين أبدوا أروع آيات التسامح والوحدة والإصلاح والكرم والانتماء لهذا البلد، فالشكر والتقدير والاحترام لكم. لقد أثبتتم بعد أن وحدة عائلتنا وبلدنا أسمى وأجل الأخلاق التوحيدية التي أمرنا بها الله تعالى ورسوله الكريم. إن الوحدة والتسامح والإصلاح درس يميل له الماضي ونداء يردده الحاضر وأمل يدعو إليه المستقبل. إنه نداء من الله عز وجل للمؤمنين أن يعتصموا بحبل الله وعهده وذمته، والنهي عن الفرقة التي تؤدي للتنازع والاختلاف والتآخر والفشل. وهناك الكثير من المواعظ والآيات بيّن خلالها أن المجتمع يجب أن يكون مبنياً على أساس من الوحدة التضامن والمحبة. يا أبناء عائلتي اتقوا الله تعالى حق التقوى، وقال تعالى في سورة الحجيرات إنما المؤمنون إخوة، أي صلة بين أمة الموحدين لا تنقطع. وقال في سورة التوبة المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وفي الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالتوحيد لم يدع هذا الخلاف يتسع نطاقه، بل سعى في تضييقه وعلاجه ورفعه إن أمكن، ولذا شرع الإصلاح بين الناس وحث عليه ورغب فيه، وأخبر أن خيرا ما يتناجى فيه المتناجون سواء كان هذا الإصلاح بين الزوجين أو بين الأفراد أو بين المجموعة. قال تعالى لا خير في كثير، زي ما قال أخ أحمد، لا خير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن الإصلاح بين الناس يسعى فيه ذو الهمم العالية والنفوس الطيبة التي تحب الخير للموحدين وتكره لهم الشر. أما أولئك الذين يقودون نار الفتنة ويفرقون بين الأحبة ويسعون بالنميمة ولا يدعون فرصة فيها إلحاق الأذى بالناس إلا فعلوا، فأولئك قلوبهم قلوب مريضة وقلوب مليئة بالحقد والكراهية للتوحيد وأهله. أما المؤمنين فهم أهل إصلاح وتوفيق بين الناس، يبتغون بعملهم وجه الله ويرجون به التقرب إلى الله. الإصلاح بين الناس عزيمة راشدة ونية خيرة وإرادة مصلحة، والأمة تحتاج إلى إصلاح يدخل الرضا على المتخاصمين ويعيد الوئام إلى المتنازعين. إصلاح تسكن به النفوس وتتلف به القلوب، ولا يقوم به إلا عصبة خيرة من خلق الله شرفت أقدارهم وكرمت أخلاقهم وطابت منابتهم، والإصلاح فقه ومسالك دلت عليه نصوص الدين وصار عليها المصلحون المخلصون. بدعوة صادقة، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي سمعنا نورا وعظم لنا نورا لنكون نبراسا وقدوة في هذا البلد الطيب لعمل الخير وخدمة المجتمع. شكرا لكل فرد عمل على تنظيم وإنجاح هذا الاحتفال الكبير التاريخي. شكرا لكم حضوركم جميعا، والله وفقكم جميعا. طيب أخوان، بعد كل الحكي اللي سمعناها يعطيكم العافية وبارك الله فيكم، كله حكي من القلب للقلب. نتمنى لكم الخير والمحبة للجميع، وإن شاء الله بتضلكم زي ما قالوا الجميع كلمة واحدة وهدف واحد وطريق واحد. أهلا وسهلا فيكم، متأمل تشريفكم الجميع محلكم، هناك نتنقل هيك بمعيتكم، وهناك أبو يوسف ربيع بده يجي كمان في معي باسمكم كمان، بدنا نعلن له